بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سعادة السيد مبارك ابني الخرينج رئيس مجلس الأمة بالإنابة، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أرحب بكم نيابة عن جميع العاملين في القطاع النفطي، وأن أعرب عن خالص الشكر والامتنان لكم يا صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم على رعايتكم السامية وتكرمكم بحضور حفل مرور 50 عاما على تأسيس شركة صناعة الكيماويات البترولية، متمنين لها دوام النجاح والازدهار، فخالص الشكر والتقدير والامتنان. لقد شاهدنا جميعا وخلال 50 عاما الخطوات الواثقة التي خطتها صناعة البتروكيماويات، والتي حققت مكانة رائدة من خلال مشاركات ناجحة بمشاريع عملاقة داخل وخارج دولة الكويت، مما رسخ تواجدها على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، وبما ساهم في زيادة دخلنا القومي في دولة الكويت. تأتي رعايتكم السامية حفظكم الله ورعاكم لاحتفالنا استكمالا لمسيرة سلفكم طيب الله ثراه المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، حيث كان يولي صناعة النفط جل اهتمامه، فقد وضع حجر الأساس لصناعة البتروكيماويات في الكويت بافتتاح مشروع الألفينات الأول عام 97، والذي شهد انطلاقة شركة إكويت، والتي تمثل شراكة ناجحة مع القطاع الخاص والشريك الدولي. وفي عهدكم الميمون تشرفنا بسموكم في حفل الافتتاح الرسمي لمصانع الألفينات الثاني والستايرين والعطريات، انطلاقا من دعمكم المتواصل للمشاريع التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. سيدي صاحب السمو الحضور الكريم، لقد اختتم أبناؤك في القطاع النفطي مؤخرا زيارة إلى جمهورية فيتنام لحضور احتفالية وضع حجر الأساس لمجمع جيسون للتكرير والبتروكيماويات، والذي نتطلع لبدء تشغيله في عام 2017، ويعتبر هذا المشروع حدثا تاريخيا من خلال شراكة كويتية يابانية وفيتنامية، وبداية منعطف جديد في تاريخ الصناعة النفطية الكويتية، يسهم في ضمان منفذ آمن طويل المدى للنفط الخام الكويتي، والتوسع في تسويق المنتجات البتروكيماوية في أسواق واعدة. وينطلق هذا المشروع أيضا من حرص القطاع النفطي على تنفيذ مشاريع تكاملية تتعاظم بفضلها الفائدة، بدءا من الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، مرورا بالمصافي، ووصولا إلى المنتجات البتروكيماوية، تكامل من شأنه تحقيق قيمة مضافة لجميع أصول المؤسسة، ويسهم بالتالي في خلق فرص استثمار جديدة للتوسع والنمو في صناعة البتروكيماويات، وفي مساندة الجهود الحثيثة المبذولة على صعيد الاستكشاف والإنتاج لهذه الطاقة الحيوية. سيدي صاحب السمو الحضور الكريم، يعتزم القطاع النفطي تنفيذ مشاريع بتروكيماوية داخل الكويت، ومن أهمها مشروع الألفينات الثالث ووحدة إنتاج الإيثانول، كما يسعى أيضا
وبالتعاون مع شركة البترول الكويتية العالمية لإقامة مصاف ومشاريع بتروكيماوية في الدول الصديقة التي توفر مناخا جيدا لهذا النوع من الاستثمار، ويحظى التوسع في صناعة البتروكيماويات بأهمية كبيرة لتعظيم القيمة المضافة للاستثمار. ويندرج هذا التوجه الاستراتيجي في إطار خطة التنمية للدولة وضمن مساعيها للحفاظ على مواردها الطبيعية وزيادة العوائد منها، وتماشياً مع توجيهاتكم السامية في تكريس الجهود لتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وإلى تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كرافد رئيسي للاقتصاد الكويتي. ولتنفيذ هذه الاستراتيجية اعتمدنا خطة تقوم على أساس الشراكة مع الشركات العالمية، حيث توفر التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية والإدارية والتسويقية الواسعة، كما اعتمدنا إشراك القطاع الخاص والمواطنين في هذه الصناعات، مما يواكب توجهات الحكومة وسياستها في هذا الشأن. وقد أثمر ذلك عن تأسيس شركة موبيان للبتروكيماويات، ومن ثم شركة الجرين لصناعة الكيماويات البترولية، بالإضافة إلى تعزيز الدور الفاعل للبنوك الكويتية بالمشاركة مع البنوك الخليجية والعالمية في تمويل المشاريع. وتعتبر صناعة النفط رافدا هاما لفتح مجالات العمل للشباب الكويتي وفتح فرص عمل لدخول القطاع الخاص الكويتي في مشاريعها، ولأن صناعة البتروكيماويات تعتبر من أهم الصناعات الواعدة في السنوات القادمة لأهميتها كمواد أساسية في الصناعات الاستهلاكية المتعددة كالسيارات والمعدات الطبية والإطارات والمنتجات البلاستيكية وغيرها من الصناعات العامة. لقد انتهجنا استراتيجية واضحة المعالم تستهدف استغلال الثروة النفطية التي حباها الله لهذا الوطن الغالي، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الكويت للإيفاء بحاجة الأسواق النفطية من النفط الخام ومشتقاته وفق أنماط الطلب العالمي، والتي تدعو إلى استخدام أنواع من الوقود بمواصفات تتلائم ومتطلبات الحفاظ على البيئة، فضلا عن السعي الدائم لضخ مزيد من الاستثمارات الخارجية في كافة مراحل صناعة النفط. أضف إلى ذلك فتح مجالات جديدة في الأسواق الواعدة. ونحن نسير بفضل الله سبحانه وتعالى وفق رؤيتنا المستقبلية في زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط، والتي تعادل 3,200,000 برميل يوميا إلى 4,000,000 برميل يوميا بحلول عام 2020، ومن ثم الحفاظ على هذا المعدل من الإنتاج بعد ذلك. ولتحقيق هذا الهدف يعمل أبناؤك وفق خارطة طريق واضحة لتطوير الاحتياطيات وزيادتها في مختلف مناطق دولة الكويت. والحمد لله النتائج مبشرة بالخير وتدعونا للفخر بأبنائنا العاملين. أما بالنسبة لتطوير الطاقة الإنتاجية للغاز وتبني سياسات لتأمين متطلبات محطة الكهرباء حاليا ومستقبلا، فإن قطاع الاستكشاف والإنتاج يعمل بشكل حثيث على رفع إنتاجه من الغاز الحر. لقد قطعنا شوطا في مجال المحافظة على البيئة، ونعمل بوتيرة أسرع وفق توجيهات سموكم لضمان بيئة آمنة تراعي صحة وسلامة العاملين والمجتمع. وختاما أسأل الله العلي القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في وطننا الغالي تحت ظل قيادتكم الحكيمة يا صاحب السمو وسمو ولي عهدكم الأمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيل الشكر للسيد مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط على هذه الكلمة. حضرة صاحب السمو، حضورنا الكريم، منذ 50 عاماً والكويت شامخة وتتطلع دائماً لعلو مكانتها وأخذ موقعها بين مصاف الدول الصناعية بأن تقدم لأبنائنا أبناء هذا الوطن ولأجيالنا القادمة عوائد استثمارية تحقق لنا رغد العيش من خلال الصناعات البترولية. إن القائمين على هذه المنشأة وضعوا جل اهتمامهم منذ 50 عاماً وحتى يومنا هذا، وضعوا جل اهتمامهم تحقيق المعادلة الصعبة، وهو كيف نقدم الصناعة الكيميائية البترولية دون أخطار وضرر على صحة الإنسان وعلى البيئة، وكيف تحقق هذه أو كيف تحقق هذه الشركة هذه الخطوات الناجحة في مجال البتروكيماويات. الكلمة الآن لرئيس مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية السيد محمد الفرهود، الذي يستعرض لسموكم إنجازات وتطلعات ورؤى الشركة خلال 50 عاماً المنصرمة والتي قامت بسواعد كويتية. فليتفضل السيد محمد الفرهود مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح ولي العهد حفظه الله، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سعادة السيد مبارك بني الخرينج رئيس مجلس الأمة بالإنابة الموقر، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد صباح الأحمد الجابر صباح حفظكم الله ورعاكم، اسمحوا لي بداية بأن أتقدم باسمي واسم جميع أبنائكم العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية لمقامكم السامي بجزيل الشكر والعرفان لتفضلكم برعاية وحضور احتفالية شركة صناعة الكيماويات البترولية بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائها. وبهذه المناسبة يطيب لي أن أوجز لكم المحطات الأساسية في مسيرة شركة صناعة الكيماويات البترولية الممتدة على مدى 50 عاماً الماضية. لقد تأسست الشركة في العام 1963 كأول شركة لصناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي تحت مسمى شركة الأسمدة الكيماوية مع شركاء آنذاك شركتي بي بي وغلف، وذلك لإنشاء 4 مصانع في منطقة شعيبة لإنتاج الأمونيا واليوريا وكبريتات الأمونيوم وحمض الكبريتيك. وفي العام 1997 انطلقت الشركة إلى حقبة صناعية جديدة على المستوى المحلي بدخولها في مجال صناعة البتروكيماويات انطلاقاً من رؤية واضحة ورسالة محددة عنوانها منافس على المستوى العالمي، حيث تم تأسيس شركة إيكويت للبتروكيماويات. وفي العام 2004 أسست الشركة كل من الشركة الكويتية للأولفينات أو ما يعرف بمشروع الأولفينات الثاني، والشركة الكويتية للعطريات، والشركة الكويتية للستايرين بمشاركة مع القطاع الكويتي الخاص، حيث تم تأسيس شركتين وهما شركة لقرين لصناعة الكيماويات البترولية وشركة بوبيان للبتروكيماويات، بحيث يمتلك كل منهم نسباً متفاوتة في كل من الشركة الكويتية للعطريات والشركة الكويتية للأوليفينات وشركة إيكويت للبتروكيماويات، وذلك انطلاقاً من التوجه الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية بدعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الصناعات البتروكيماوية والنفطية في البلاد. أما عالمياً، استمرت الشركة بتطبيق استراتيجيتها في التوسع في مجال صناعة البتروكيماويات
وتعزيز وجودها في السوق العالمي.